لأنهم جبروني أهلي على شخص أنا بحبوش، وحرموني من اللي بحبه، ما احترموش رأيي لما أنا حكيت لهم إن أنا بحبه وبدي إياه. بس كنت أخاف مثلاً إنه أحكي لأمي، مثلاً أحكي لبابا إشي، ما حكيتش. حتى أمي لما عرفت إنه في تحرش ما صدقت، صارت تحكي إنه أنا في المشكلة وخلوني مجنونة وودوني على دكتور نفساني. بسكت مرة بسكت على طول، بسكت كل مرة. فرط رمان الذهب كان يا مكان مش كتير زمان، من شي 150 سنة، كان في ست، وهالست الله رزقها ببنت مثل قلب النهار. قد ما هي حلوة هالبنت سمتها فرط رمان الذهب. ولما هالبنت صار عمرها 6 7 سنين قالت الحالة مش كفاية، كانت حكيمة هذه الست، لازم أبعتها تتعلم عند الشيخ بالكتاب. وبالفعل راحت اتفقت مع هالشيخ، قالت له بجيب لك كل جمعة شو تيسر عندي من شغلات، خبز، بيض، إيش ما فيه. والشيخ وافق، وبهاليوم اللي تقرر انه البنت تبدا فيها التعليم مشطتها، عملت لها الجدايل، لبستها خلخالها الذهب، وبعتتها وهي ترد عليها. والبنت قريب الكتاب راحت لحالها. ما وصلت على الباب عند العتبه شافت منظر بخوف، شافت استاذ الشيخ عم باكل ولد. ارتعبت وخافت، فلتلت حالها وبدها ترجع تفركشت بالعتب، وقع خلخالها الذهب ما انتبهتش وشردت. وصلت هالبلد، اول هالبلد فيه بقالي. قالت له الزلمة وحياتك يا عمي، يطول عمرك، انا غريبة ديار، خليني انام عندك بهالبقالي بس هالليله. قال لها ولا يهمك، وبالفعل سكر عليها الباب وروح. بنص الليل بنشق الحيط وبيجي استاذها بقولها فرط رمان الذهب، شو شفتي من سيدك عجب توقعتي خل خالك الذهب بالعتب؟ قالت له شفته بيصلي وبيصوم وبعبد الرب القيوم. راح حط الزيت على الطحين والسكر على البيض، خرب الدنيا وراح. هلا ابوي طلق امي ورجعوا لبعض بعد 14 سنه، فانا لي سنه مع ابوي قاعده. فلما يجي سحل البنطلون انا احكي انه مزح، بضل ابوي، ما كنتش اعرف انه في تحرش من قبل الاب. فشفته زاد عن حدها، صار بدل ما يسحل البنطلون يسحل شيء ثاني. فانا قلت له لحد هون بس، فحمل الكبريت وقال لي بحرقك اذا بتحكي لحد، ومش عارف ايش. ضلتني أسكت أسكت وأخاف أحكي. أجا تاني يوم صاحب البقالي شاف هالمنظر، طلعوا بلا عقلاته، بلش يضرب فيها، فزعوا أهل البلد، قالوا له إيش مالك؟ حرام عليك، خاف ربك يا زلمي، طفلي. قال لي شوفوا شو عملت. قالوا له ولا يهمك، جمعوا له شوية مصاري عوضوا فيه شوي على إيش خسر. والبنت هربت شردت لبلد تاني. وصلت على البلد التاني شافت محل قماش، طلبت من زلمة قالت له دخلك يا عمي، أنا غريبة دياري، طول عمرك تعطيني أنام بس هالليلة عندك بهالمحل؟ قال لها ول تفضلي بيت بيتك. سكر عليها الباب بالليل وراح. بنص الليل أستاذها شق الحيط وبطلع أستاذها منه، يا فرط رمان الذهب، شو شفتي من سيدك عجب لما وقعت أخو الخالك الذهب على العتب؟ قالت له شفته بيصلي وبصوم وبعبد الرب القيوم. راح أخذ القمايش مزعها ووسخها وحطها بنص المحل
وراح. أنا سلفي تحرش في، كنت لساتنا عروس جديدة، فمتجرأتش إني أروح أحكي لأي حد إنه بتحرش في، لأني لو رحت حكيت لهم مش راح حد يصدقني. ليه؟ لأنه سلفي شيخ. فعشان هيك اضطريت وضليت ساكتة، ضليت ساكتة لكذا سنة، والنهاية إني اتطلقت وتدمرت وعندي ولادي، تركت ولادي. فرت رمان الذهب، قالت أنا فيش عندي غير أروح على أشرد على البر. وبالفعل راحت على البرية، لقت لها شي نبعة وعليها هيك شجرة، قالت أطلع على هالشجرة لفوق وأتخبى بين غصونها، لا يشوفني حدا ولا أشوف حدا. بهداك اليوم يعني بعرف شو تمنيت له، انه بابا كان موجود او حدا هيك يجي علي. يعني هداك اليوم بعرف شو ايش صار لي، كمان انه لما ضربني وإجا زي هيك ما بعرف، ما حسيته شو عمل لي. يعني حسيته، ما بعرف، حسيته واحد كتير غريب عني، يعني انسان هيك قوي، يعني ما بقدر احكي له لا، ما بقدر انه ادافع عن حالي قدامه، ما بقدر احكي اي اشي هيك. يعني ما بعرف هيك انه نفك بلوزتي هيك كلياتها، بعدين فوتني على اوضه الماما والبابا، ضلت ابكي واصرخ بعد عني، بس ما لقيت حدا يسمعني، ما لقيت إشي. بعد شوي ولجاها الأمير الحلاوة على فرس يشربها من المي، فرس تقرب على المي تنقز. شو صار؟ قعد يطلع الأمير، طلع لفوق ولا شو شاف بنت حلوة بهنها الغصون بتجنن. قالت تعالي انزلي، هي كانت جوعانة وتعبانة. ردت عليه قالت تعالي أنا أمير بختك على القصر عند أمي. والفعل قعدها وراه وودها عند أمه وقال لها يما ربيها وديري بالك عليها. هددوه بالقتل. يا الله، حكولي اسمعي، إذا أنك بتتزوجيش ابن خالتك، يعني ابن خالتي زوجي هو، إذا أنك بتتزوجهوش بنتوخ اللي بتحبيه، يعني بنقتله، بنقتلك، بنطلق أمك، حرمونا من المدرسة لأني كنت أشوف وأنا رايحة على المدرسة وأنا مروحة، حرموني من المدرسة، تخيلوا كنت شاطرة في المدرسة. مشان هيك يعني أنا حكيت إنه أنا أهم إشي عندي إنهم ما يؤذوش اللي أنا بحبه، خلص. مشان هيك وافقت.